اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده احنا متفقين ان هي لازم شرط اساسي تناسب كل افراد الاسره، الصغير نرضيه قبل الكبير والكبير على راسنا من فوق. هتعمل لنا النهارده يا شيف؟ النهارده فكرت ان انا اعمل حاجه جديده، والتفكير في المنيو بيرهقني اكتر من المشتريات. المشتريات كل حاجه موجوده، روح على السوبر ماركت بتاع الخضار بتاع الفراخ بتاع اللحمه، الحمد لله كل حاجه موجوده باسعار متفاوته. ولكن لما اعمل حاجه جديده، دبابيس الفراخ دايما احنا محددين اقامتها في ان هي تتعمل فرايد تشيكن او تتعمل كريسبي او مقليه مشويه، ان انا اعملها بدبس الرمان وبطريقه جديده، ده اللي ما شفناهوش قبل كده. شوف نعملها مع بعض ازاي على طريقه المغازي، هتعجبكم بالتاكيد. معانا كمان لحمه مفرومه ومشروم. النهارده هنعمل طاجن لسان العصفور باللحمه والمشروم، يعني مشترك اتنين بروتين حيواني ونباتي، والاتنين احسن من بعض، بس بروتين المشروم امن شويه. اما عصير الرشاقه والاناقه وكمان عصير يساعد على التفكير، عصير السموز جرين، كل حاجه تتحط في الخلاط بتاعك هي خضره، وربنا يخضر ايامنا ان شاء الله، اذا كان التفاح الاخضر ولا النعناع ولا الكرفس ولا الكيوي مع تلج وعسل، بالتاكيد العصير ده هيكون له مذاق خاص جدا. والصوره الحلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها. مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بالتاكيد في افكار بسيطه وسهله، ومطبخك هو مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نستعرض مع بعض اكله هنعملها بطريقه جديده النهارده، دبابيس الفراخ المشويه بدبس الرمان. طريقه التقديم والتنفيذ مختلفه. معانا دبابيس الفراخ، ودي حسب حجم الفرخه، ممكن ال10 حبات 10 دبابيس يعني يعملوا كيلو، ال12 يعملوا كيلو، ال15 يعملوا كيلو حسب الوزن. ومعانا طبعا دبس الرمان وبصل وتوم وملح وفلفل وشوية زعتر حلوين كده زي الفل، ودبابيس الفراخ متنظفة وجاهزة ومتشالة الجلدة بتاعتها. ده اختصارا للوقت عشان نكسب وقت الحلقة بتاعتها. تعالوا نتبلها مع بعض الأول، وإيه التركية بتاعت المغازي اللي تخلي دبابيس الفراخ تعمليها بدبس الرمان، تعمليها مع الباربيكيو صوص، لازم تكون مقرمشة. حلو الكلام؟ آدي المقادير. معانا من الدقيق معلقة صغيرة كده، ونحط على الدقيق ده يا عم الشيف معلقة توم محترمة، شوية زعتر حلوين، حلو قوي، شوية خضرة إذا كان بقدونس ولا شبت في التتبيلة كده، أنا بحب الجو ده، شوية الملح الحلوين ده في قلب البولة الإزاز اللي احنا هنتبل فيها الدبابيس بتاعتنا، معلقة هريسة حمراء أو معجون طماطم تدي لون برونزي حلو كده، حلو قوي، عصرة ليمون عشان أي زفارة في الدبابيس ما نلاقيهاش، الجو ده حلو. اوعي تحط زيت، لأن احنا هنحمر دي دلوقتي في قلب الزيت. البهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل، حلو قوي، حطينا الملح، أدي الفلفل بس خلاص، لأن أنا عايز أسيب مساحة واسيب فرصه للطعم بتاع الدبس الرمان، فمش عايز اكتر بهارات هنا. خلي بالك تستخدمي دبس الرمان في اي تتبيله فراخ او لحمه، سيبي له مساحه يبين الطعم بتاعه، مش عايز الزحمه، ما بحبش الزحمه، والدنيا اللي بتبقى زحمه شخصيه الحاجه مش بتبان. حلو الكلام؟ لذلك الواحد لما بيقف في مكان فاضي كده يعني ويتكلم بتلاقي صوته واضح، في صدى صوت، ليه؟ المكان فاضي. نفس القصة، عم دبس الرمان ده عايزة تستطعميه وزي الفل، مش عايز زحمة، دي له مساحة. أنا حطيت ملح وفلفل وشوية زعتر حلوين مع بقدونس الخضرة، سنة شبت صغيرة، معلقة هريسة أو معلقة معجون طماطم وزي الفل، ومعلقة الدقيق المحترمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نخلي دي على جنب تركاية كده، وناخد الدبوس المحترم ده كده واحد أهوت، إحنا ما اشتغلناهوش لسه. ومعانا التوزبيكس الخشب اللي هو بتاع الشيش طاووق او الشيش كباب، بناخد اتنين منه، يعني بنقطع الواحد نصين
وبعد ما نشيل الجلده بندخل كده دي كده هنا كاننا بنسيخ ايه شيش كباب او شيش طاووق. اه ودي بديله للقرقوشه بتاعه الدبوس مش عايزها. وامسك الصدر ده الورك ده كده والدبوس ده كده واعمل فتحات فيه كده صغيره واحطه في الخلطه دي كده. اه تاني حاجه جديده. اه الدبابيس دي عندنا في الثلاجه اشتريناها تفتيحه صغيره كده بالسكينه اهو مكان ما بفتح بالسكينه مكان ما التتبيله هتخش بس هشتغل فيها مره واحده اهو. احطها هنا كده نفس القصه يا عم الشيف. انا عايزك كنت في المطبخ تخلي يعني دخلت المطبخ احصري تفكيرك شويه في انك تعملي حاجه جديده مش القصه في انك انت مثلا اه دخلت المطبخ شفت الشيف المغازي بيعمل اعملها زي لا ما بقولكيش قلديني بالظبط. خليكي دايما انت مختلفه. ضيفي فكرك ضيفي رؤيتك وابداعك لمطبخك لان دايما انا اقول المطبخ هو مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه يعني منه بيحلى الكلام منه بتحلى الطلبات. رسمه على ثلاجه حلوه رسمه على نجفه رسمه على تكييف رسمه على حاجه حلوه تغيير الستاير ايا كان يعني كلنا بنبقى لنا عندنا في البيوت حاجات وروايات. اعملي اكله حلوه كده وسفره حلوه والكلام حلو وتجيبي بقى الموضوع فين في المناسبه وهكذا. خليكي ناصحه. حلو الكلام؟ اه تضحكي انا عارف. ادي صدور الدبابيس اهيت مع بعضيها زي الفل. ناخد دبوس دبوس كده شفت الجو ده كده اه. لازم تدخل جراحي بالايد علشان التتبيله تخش جوه فتحه السكينه. يعني ما تكتفيش في انك تحط لا لازم الحركه دي كده علشان في خطوه تانية مهمه. وانا شغال كده باخد من الخلطه دي كده بيقولوا لي في الكنترول ليه حطيت معلقه دقيق؟ حلو قوي السؤال ده على فكره. طب انا مش هسال السؤال ده غير لما يجي لي تليفون على الهواء دلوقتي ويقول لي ليه حطيت معلقه دقيق في التتبيله؟ حلو الكلام؟ الكنترول متابع معايا واضح ان هو عايز ينافسني. فانتوا تعالوا اسالوني قولي لي ليه حطيت معلقه دي انا مش هجاوب غير لما يجي لي تليفون دلوقتي خارجي على الشاشه استاذ رحاب. مش هحط مش هجاوب غير لما اسمع دلوقتي السؤال على الهواء. ليه حطيت معلقه دي جوه التتبيله؟ دايما بنحط بصله بنحط عصير لا 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 التتبيله هنا مختلفه. ليه حطيتها؟ انا مش هجاوب غير لما اسمع دلوقتي سؤال على الشاشه. مش بقول لحضراتكم يعني عايزينكم يعني عايزين نسمع صوتكم طبعا بس انا بحب اهزر كده واخلق جو في الموضوع علشان ما نحسش بالملل. احنا بنشوف الشيف المغذي كل يوم فانا طبعا دوري ان انا ما اخليكيش تحس بالملل ده الطبيعي يعني وده مطلوب منك برضو في البيت. ما تخليش جوزك يحس بالملل جددي له كل يوم اعملي له حاجه حلوه كل يوم. ده بمثل الفراخ هيت اعتقد عملتها كذا مره بالصينيه بالبطاطس كذا مره عملتها مقليه كذا مره عملتها كريسبي. النهارده التغيير تعالوا مع بعض بعد خطوة التتبيلة هتعمل ايه يا مغازي؟ انا معاكم واحدة واحدة اهو. عندنا كسرولة لازم تكون بشكل مستطيل. هنرسم هنا اه. لازم تكون الكسرولة دي بشكل مستطيل. هنحط فيها يا عم الشيف خلطة كده لطيفة. حلو الكلام؟ ايه الخلطة دي يا عم الشيف؟ عبارة عن دي اللهم صل على النبي وعليهم شوية نشا. لأن أنا شلت الجلدة. ولما نشيل الجلدة من على صدر الفرخة أو على الدبوس أو على ورك أصبح هنا الجلدة هي اللي بتلعب دور مهم جدا في إن هي تشيل التتبيلة. فأنا عايز أعمل شكل أو كفر خارجي، معلقة الدقيق هي وسيط ما بين الكفر والخلطة والتتبيلة تخش جوه ما تطلعش في قلب الزيت. شكرا يا غالي. الله عليك، شفتوا إزاي خليكم تجاوبوا أنتوا؟ ولما تسمعوا الإجابة منكم وإليكم الموضوع بيختلف. حطيت إيه يا شيف هنا؟ حطيت معلقتين دقيق مع معلقتين نشا بالتساوي. عليهم شوية بهارات من البابريكا، شوية كركم، شوية كمون، شوية فلفل، شوية ملح وهكذا، وشوية زعتر. حلو الكلام؟ وأقلبهم. آه. وعدي الزيت شديد الحرارة. زيت يا مغازي شديد الحرارة. آخد التتبيلة دي كده زي ما هي. عشان كده قلت شكل مستطيل. آه. آه. وأقلبهم كويس. حاجة جديدة بقى. وآخد الدبوس المحترم ده كده. واخليه على جنب. اخد الدبوس المحترم ده كده واخليه على جنب. الدبوس المحترم ده كده واخليه على جنب.
عندي الزيت هنا سخن. فين بقى دبس الرمان؟ اصبر على رزقك. هناخد دبابيس الفراخ عينيا. دبابيس الفراخ انا عايز بس هنا عند الزيت، دي المرحله اللي هي قبل الاخيره، في خطوه ثانيه. الخطوه الاولى غسلنا الفراخ كويس، شلنا الجلده، قطعنا العظمه اللي هي القرقوشه، عملناها تسييخ بالخشب عشان بس نبقى الخطوات، فتحنا فتحات صغيره بسكينه صغيره، وبعدين تبلناها بالخلطه المغذيه اللي هي معلقه دقيق بالتوابل بتاعتك، وما تكتريش توابل كتير عشان شخصيه دبس الرمان تبان. وبعد كده حطيناها في التوبنج بتاعنا اللي هو الدقيق، وانا خدتها من الدقيق على طول مباشره كده تنزل في قلب الزيت زي ما انا شغال كده. موضوع لطيف واحلى من كده ما فيش. خلوها تتحمر في قلب الزيت، مش هنزل تاني بقى، خلوها كده تتحمر في قلب الزيت. انا دلوقتي بهزر مع الدبابيس في قلب الزيت، بجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده علشان تستوي. كل ما كان صوت الزيت عالي تعرف ان هي بتنزل السوائل بتاعتها في قلب الزيت، الصوت يهدى شويه تعرف ان الدنيا زي الفل. حلو الكلام، حلو الكلام. نبص للفراخ بتاعتنا اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. دي جاهزه للاكل؟ لا لسه. شوف الدبابيس. شايف؟ طبعا لو انا مش عامل التوزبيكس ده مستحيل امسكها بيدي كده. ماسك انا 20 دبوس فيه ده، اللهم صل على النبي. زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل دبس الرمان. طاسه على النار شديده الحراره، بنحط في الطاسه دي شويه زيت زيتون مع زبده. حلو، وادي الزبده بتاعتي، وانا بحط الزبده مع زيت الزيتون، بحط شويه دقيق من اللي انا متبل بيهم الدبابيس، فاكرينهم دول اللي كانوا معايا في الكاسرولة. زي الفل، واقلب كده. شفت المطبخ لطيف ازاي؟ الزبده مع الزيت مع شويه الدقيق اللي انا كنت متبل بيهم الفراخ من شويه، اللي كان في الكاسرولة. حط شويه كمان واسيبهم يتحمروا على النار. هتقولي لي اللون احمر ليه؟ لان الدقيق ده فيه بابريكا وفيه كركم. اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من الثاني. وانا شغال. ننزل بمستر دبس الرمان. الله الله، ايه الحلاوه دي. ونقلب ونقلب. هيديني قوام حلو قوي. تاكل صوابعك ورا الصوص الحلو ده كده. خلاص، عند ميه بتغلى على النار. العب. خلص الكلام. شفت القوام ده كده. تاني. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اول مره نشوف الموضوع ده. لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، من سنين الخبره. كل ده مع بعض. ده دبس الرمان. دبس الرمان بيحب ايه؟ يحب البقدونس، يحب الكزبره الخضراء، سكه يعني، واخد بالك؟ سكه المطعم البيروتي، المطعم الشامي. نظبط الدنيا بشويه ملح. حلو قوي، شويه بقدونس حلوين. حلو قوي. نقلب الخليط ده يا عم الشيف. ده جاهز كده. الله، طعم هنا بيتكلم مصر. ناخد دبابيس الفراخ الحلوه دي كده زي ما هي، تغرق هنا كده. حاجه جديده ولا مش حاجه جديده؟ جيبي لي بقى ديك روم النهارده اقول لك لا. تاني. حاجه لاول مره نشوفها. طبعا اللي انت عزماهم على الغدا اذا مش متابعين من الاول خالص الحكايه دي والقصه دي هيقول لك ده ايه. خلي بالك. لازم معاكس ومعكوس كده. نسيبها على النار تتكتك شويه. ايه اللي عندك يا عم الشيف؟ هنغرف دبابيس الفراخ والطاجن ده بعد ما يستوي.
هنحطه في الفخارة ونغطي الفخارة دي بعجينة حلوة عاملنا هتعجبكم دلوقتي حاجة جديدة. وهو لغاية كده ممكن يتاكل كده عادي زي الفل، بس أنا بحب طبعا أبدع في شغلي، ده الطبيعي. دبس الرمان ده أنا نحطهم خسارة. يا ويلي يا ويلي على الدبوس ده لما مستوي دلوقتي كده الواحد ياكله بقى كده نغير، مش كل يوم ناكلها مقرمشه ما لا خالص. حتى لو فيها زيت نتيجه التحمير نزل مع الصلصه دي نتيجه ان احنا غليناها في النار. شايف القوام بتاع الصوص ده كده والفتحات الصغيره اللي انا عاملها بالسكينه، ناخد دول نحطهم هنا كمان. في مكان لده، في مكان الحمد لله. زي الفل. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ زي ما انتوا حابين انا معاكم. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنغرف دبابيس الدجاج بدبس الرمان اللي الشيف صدع راسنا فيها من الصبح. حلو الكلام، بس على حق ولا مش على حق؟ عايز اسمع الكلام ده بقى. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب طبق تقديم. تسلم ايدك. طبق التقديم، جابوا لي طبق السلطه الحلو ده كده بالجرجير. دي الحاجه اللي تفتح النفس. شفتوا ده كده؟ طبق السلطه كل يوم معانا بشكل مختلف وبطعم تاني. خلي بالك. تعالوا نغرف دبابيس الدجاج في طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. لا اتسبكت واتدمست وحلاوه حلاوه حلاوه. ما تيجي نبص على الحلاوه. مستوية راهي. وحقوق الطبع والإبداع والرؤية والفن لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. لا الدبوس عايز يطير من التسبيكس والعضمايه دي، شايفها فتحت ازاي؟ بص جيب لي التفاصيل دي كده الله يبارك لكم، تفاصيل اللحمه عايز القرقوشه عايزه تطلع من اللحم. ناخد الصوص ده كده. اللهم صل على النبي. اعمليها النهارده وجربيها، قولي رايك فيها. احنا هنروح من بعض فين؟ في سوشيال ميديا بنكتب اللي احنا عايزينه، في حريه راي، في اتصال من خلال شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي يا عم؟ خليها كده ولا كده؟ حابب ايه؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. زي الفل. ناخد شويه صوص من دول حلوين كده. معايا عصير سموزي جرين، تفاح اخضر حطي، كيوي حطي، كرفس افرنجي حطي، تفاح اخضر حطي. نعناع اخضر حطي. بس خلاص